بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله معانا آخر تستين في الكتاب علشان نبقى حلينا كل اختبارات الاكتيفيتي بوك أو كتاب الورك بوك، علشان الناس هيجي منه في الامتحان إن شاء الله، وتبقى ضربت على كل وسائل المحادثات وما إلى ذلك. هنبدأ طبعا كالعادة بالسؤال الثالث، بنسيب سؤال الليسن ان شاء الله الناس عارفاه. بيقول لي كومبليت كمل ياسمين اند اياد. ياسمين واياد ار هيلبينج نيو ستودنتس، بيساعدوا طلبه تانيين راوند ذا سكول، حول المدرسه. هالو ياسمين ياسين سوري ياسين بيقول هالو تو اول اور نيو ستودنتس، مرحبا بجميع طلابنا الجدد. توداي النهارده وي ار سبيس تو توك اباوت، وي ار جوينج السبيس الاول، النقط الاولى جوينج اللي احنا قلناها شرحناها في الوحده 18 لما نيجي نتكلم عن موضوع معين. احنا النهارده هنتكلم عن، ولما نيجي هنبدا بيه، فاكرين ده اللي قلناه في الوحده 18؟ هو ده اللي هو عايزه. وي ار جوينج تو توك، هنتكلم اباوت ذا رومز، عن الحجر ان اور سكولز. وي ويل، نقط باي وبعد باي بيجي الفعل زائد اي ان جي، يبقى تاني حاجه ستارت. وي ويل ستارت، سوف نبدأ. By telling you about the classrooms، هنكلمكم عن الفصول. Later فيما بعد. We will tell you about what we were taught، اللي تعلمناه العام الماضي. رقم 3، السبيس رقم 3، هبدأ بكلمة finally، يعني هو قال احنا هنتكلم عن كذا وهنبدأ بكذا، وقعد يشرح شوية. بعدين finally في النهاية، We will take you around the school، احنا هناخدك لفين؟ للمدرسة. We will take you، سوف نأخذك around the school، حول المدرسة. يبقى في رقم 3 هنكتب finally. رقم 4 بيقول I can't space the word for it، it's the laboratory. أنا مش فاكر اللي، يبقى remember، يتذكر. I can't remember، هنكتب في رقم 4 remember. السؤال الثاني، Too much sun can be bad for you، الشمس الكتيرة وحشة عشانك. Are you following me؟ Are you following me؟ تتابع معايا؟ تفهمني؟ انت ماشي معايا؟ طبعا الاجابه طالما ان السؤال ب ار يو اللي هي هل، يبقى لازم تبقى يس او نو. فممكن اقول له يس اي سي، يس اي سي اللي هي الرد بتاع دو يو اندرستاند، انت فاهم؟ يس اي اندرستاند، ينفع يس اي سي او يس اي اندرستاند. عمر وسامح بيتكلموا. عمر الراجل سال، عمر سال سؤال ورد سامح وقال له They are called gloves، حاجة اسمها gloves اللي هو الجوينتي. They keep your hands warm، دي بتحفظ ايديك دافئة. فأنا هسأله بقى وأقول له اسمها ايه الحاجة اللي بتتلبس في الايدين دي؟ قال لي دي اسمها gloves وبتخلي ايديك ايه؟ دافئة. طب هقولها ازاي بقى؟ What do you call؟ What do you call؟ ماذا تسمي؟ What do you name؟ ماذا تسمي هيها؟ What do you call Zeus who أو Zeus sings that you wear on your hands؟ What do you call Zeus sings that you wear on your hands؟ اسمها ايه الحاجة اللي بتلبسها في ايدك؟ قال له اسمها gloves، جوينتي. طبعا ان شاء الله هنرفق بالفيديو تحتيه كده الاجابات كلها بتاعت التستات كلها ان شاء الله بالمرة. طيب السؤال الخامس، قطعة زي ما احنا عارفينه، قطعة دي غريبة شوية بس هي ايه، مش غريبة ولا حاجة، هي سهلة ان شاء الله. هو بيقول لي اي سفينة فضائية وصلت on Mars، في الفضاء، انهي واحدة وصلت to reach on Mars؟ طبعا هنختار دي اللي هي Viking 1 and 2، Viking 1 and 2، Viking 1 and 2، تمام دي بقى. تمام التانية، about how long، بتستغرق قد ايه عشان توصل؟ طبعا هي طلعت في سنة 75 ووصلت 76، يبقى هنقول له 1 year، هنقول له 1 year، سنة واحدة. بعدين تلاتة، what do you think، ما رأيك، ماذا تعتقد، ان السفينة اللي اسمها Mariner 4 اللي هي الاولى دي، تمام، has no date، ما فيهاش تاريخ. هنا ما فيش تاريخ ليه؟ اصل هو بيقول لي دي سفن راحت، مش سابت الارض وراحت المريخ، فدي اسماء السفن وده ميعاد تركها الارض وده ميعاد وصولها المريخ، دي ما جالهاش ميعاد ليه؟ طب ايه ما جالهاش ميعاد ليه؟ صح، I think it didn't reach، اعتقد ان هي ما وصلتش. It didn't get there، لم تصل الى هناك، وهكذا. تمام، اربعة، واحدة من دول was all space ship that took 2 years، خدت سنتين عشان توصل. هنبص للسنين ونطلعها، ايه اللي خدت سنتين؟ ايه اللي خدت سنتين؟ شوفوا دي بقى اللي هي قبل الاخيره،
اكزو مارس، اكزو مارس طلعت 2016 ووصلت 2018، يبقى هي دي اللي خدت سنتين، يبقى الاجابه تبقى كلمه اكزو مارس. نمبر 5، وات واز سنت تو سبيس ان 64، سنه 64 ايه اللي اتبعت للفضاء 64؟ اهي مارينر 4، يبقى الاجابه هتبقى الاولى مارينر 4. بعدين هنرتب الاحداث بتاعت القصه. اول حاجه انا هرتب على طول، هتبقى الثانيه بيقول لي هولمز اسكت واتسون تو ميت هيم ات 10 كلوك، هولمز طلب من واتسون ان هو يقابله الساعه 10. الثانيه الاخيره لما وصل هنا كان بيتكلم مع بيتر ومستر ميري ويزر. رقم تلاتة هتبقى التالتة برضو اللي هي هولمز تولد واتسون، اخبر تاتسون ان هما wanted to catch John Clyde، عايزين يمسكوا. خلص كده قاعد الاولى هتبقى رقم اربعة، الاربع رجال اخدوا تاكسيين وراحوا البنك. يبقى الترتيب هيبقى اربعة واحد تلاتة اتنين، تاني اربعة واحد تلاتة اتنين. بعدين الاسئلة المباشرة، مين بيتر جونز؟ He was the most important policeman in London، اشهر رجل شرطة في لندن. السؤال الثاني، where was Mr. Merryweather، البنك فين؟ behind Mr. Wilson's shop، behind خلف متجر السيد ويلسون، او ممكن اقول له في شارع بيكر ستريت. السؤال الثالث، what do you think، ايه رايك ان مستر سبولدنج قال لي ويلسون about the job، يعني تعتقد هو ليه اخبره عن الوظيفه؟ طبعا اخبره عن الوظيفه علشان يقول له، علشان to make Mr. Wilson's out of his job، to make Mr. Wilson's out of his shop، علشان يخليه بره المحل. طيب بعدين what do you think the thieves were digging doing، كانوا بيعملوا ايه يا ترى لما خلوا مستر ويلسون في الريد هيدد ليج، الريد هيدد ليج طبعا عملوا ايه يا ترى؟ طبعا they were digging، طبعا كانوا بيحفروا ايه؟ نفق، كانوا بيحفروا النفق. هنخش على سؤال تشوز. اول سؤال ماي باج، ماي باج طبعا هتبقى طالما بدا بالشنطه اتفقنا ان الشنطه غير عاقل، يبقى مبنيه للمجهول، هناخد ووز بوت، ووز بوت، ووز والتصريف التالي. وير ذا تشيرز، هنا برضو مبني للمجهول، الكراسي، يبقى اخد التصريف التالي، بينتد، بينتد. بعدين ذا فيرست ايميل ووز سنت، ووز سنت. طب واحد يقول لي طب ما خدناش السنت ليه؟ ما هي مبني للمجهول برضو. اقول له اصل سنه 1971 في الماضي، يبقى لازم اخد الماضي. Clouds are plowed طبعا by the wind، by the wind عشان مبني المجهول بياخد باي في الاخر. I can't find my pen، انا مش لاقي القلم بتاعي. It has disappeared، it has disappeared، يبقى القلم ايه؟ اختفى. The girl carried the eggs، البنت حملت البيض، in a حملت البيض في يا ترى؟ basket، basket سله. This room is always very hot، الاوضه دي سخنه. When the sun، لما الشمس ايه؟ shines، لما الشمس shines تشرق، لما الشمس تشرق. بعدين رقم 8، رقم 8 at what temperature does water freeze، تتجمد في اي درجة حرارة تتجمد المياه؟ طبعا درجة حرارة زيرو. I am going to apply the volleyball team، في فريق كرة الطائرة، يبقى join، join ينضم. The first envelopes made of، envelopes جمع، يبقى هنقول are made of، are made of عشان مبنية للمجهول. What are insects eat، are get، يبقى تصريف تالت، يبقى عايزين eating. When I felt a sea of water، لا يبقى drop of water، لما حسيت بنقطة مية على دماغي عرفت على طول ان هي هتمطر. هنخش على بي على طول والمحادثة. يحيى is showing وليد، بيوري وليد his new mobile، موبايل جديد، بيقول له I'll tell you something interesting، هقول لك حاجة ممتعة، هقول لك حاجة important هامة about this mobile، عن الموبايل. وقعد يقول له بقى ياخد صور، وقعد يقول له يخش على النت، وقعد يقول له ممكن تشوف الحاجة وهي رايحة إلى القمر وهكذا. قال له طب do you نقط that the computer inside is better، do you إيه يا ترى؟ do you mean، do you mean، هل تعني ان، وهكذا وهكذا. كمل كلامه وجي على رقم 3، قال له yes this is space it works، this is how، هذا كيف هو يعمل. قال له تعالى بقى اوريك هشتغل ازاي. يو بريس هير، هتضغط هنا تو ميك كول عشان تعمل ايه؟ كول او اتصال. طبعا في الاخر قال له ايه؟ يس يس اي سي، او يس او اي اندرستاند، يعني احط سي او اندرستاند هنا، اي سي او اي اندرستاند.
What do you call those things that you wear in your ears? الحاجة اللي بتلبسها في أذنك. طبعا اللي بيلبسها اللي مش بتلبس في الأذن قصدي اللي بتتحط في الودان يعني أكيد هتبقى الإيروفونز. الإيروفونز سماعات الأذن. أما لو قال لي في دماغك هقول له هيلمت، ولو قال لي في إيدك هقول له جلافز وهكذا. طيب سأل سؤال ورد هنا بيقول له it's not hot or cold، النهارده مش حر ولا برد. قال له yes I understand what you mean، انا فاهم انت عايز تقول ايه. يبقى هقول له انت فاهم انا عايز اقول ايه، يبقى do you understand what I mean، do you understand what I mean. قال له yes I understand. القطعة when did people first lock their doors، امتى بدأت الناس تقفل الابواب بتاعتها. طبعا طالما السؤال بمتى يبقى الميعاد اهو، اهو 4000 بي سي اي قبل الميلاد. السؤال الثاني what was the problem with the first key، المشكله في اول مفاتيح. طبعا it was bigger، bigger كانت حجمها كبير جدا، كانت حجمها كبير. بعدين السؤال الثالث وير رومانز، هل كان الرومان ولا الانشنت ايجيبشن دورز ايزير تو اوبن. لا طبعا كان الرومانز دورز، كانت لما تقرا القطعه هتعرفوها كانت الابواب بتاعت الرومان. لتشوز اول واحده بيقول لي ancient Egyptian، المصريين القدماء. كيز المفاتيح كانت ايه؟ كانت طبعا about half a meter long، نص متر. بعدين today you can use a plastic card، يمكنك ان تستخدم plastic card في ايه يا ترى؟ plastic card to pay for hotels، ولا lock hotel rooms، ولا buy new keys، ولا see hotels online. بلاستيك كارد. طبعا الاجابه هتبقى واضحه من طبعا لوك هوتيل دورز اللي هي تعتبر بدل المفاتيح بيستخدموها بدل المفاتيح بطاقات حديثه كده، هي اللي بتقفل بيها الاوض في الفندق. طيب القصه علشان نقول الترتيب على السريع علشان وقت الفيديو هيبقى طويل قوي. 3 4 2 1 3 الاولى 3 بعدين 4 بعدين 2 بعدين 1. هنجاوب على الاسئله المباشره. How did Holmes know that the job at the Red Headed League was not real؟ he said that it was foolish job. foolish copy encyclopedia، تنسخ معلومات من مكان لمكان. ايه اللي فقال ان هي وظيفه foolish؟ What did the thieves plan، خطتهم to take the gold on Saturday؟ ايه خطتهم ان هم يوم السبت بالذات يسرقوا البنك؟ طبعا to have a day and a half، عشان يبقى عندهم يوم ونص. To escape، علشان يهربوا. How do you think that Holmes knows that Spalding was digging a tunnel؟ طبعا اجابات كتيرة. When he know his knees، لما شاف knees of trousers، رجلين البنطلون بتاعه. أو when he hit the ground، خبط الأرض with his stick، بالعصاية بتاعته. Why do you think that Holmes wanted the most important policeman at in London to go with him، طبعا to arrest the thief او to catch the thief عشان يقبض على اللص. Richards what time was the tennis match shown، التصريف الثالث مبني المجهول وفي was يبقى لازم تصريف ثالث. The planes الطائرات مفرد ما تنفعش where why ing ما تنفعش يبقى are cleaned يبقى طالما ان هي جمع يبقى عايزه are ولازم تصريف ثالث مبني المجهول. This is school المدرسه يبقى was built عشان التاريخ في الماضي was built. How are cakes يبقى made التصريف الثالث. English is one of the most popular languages لغات. What time is your space to London اكيد flight to London. بعدين when you go out in the sun لما تخرج في الشمس you should wear sun ايه يا ترى؟ sun you should wear يجب ان ترتدي sun ايه؟ شوف الاختيارات كده معايا sun cream. We gave boys some not to wash their hands يبقى سوب اللي هو الصابون. All the water has grown، لا ممكن نقول has gone او has been drank، اتشربت يعني from cup من الاناء. My favorite TV program is shown يبقى التصريف الثالث منها. The bus is leaving لا ياخد leaves بقى عشان تعبير للمستقبل leaves يغادر. You should wear a hat when you ride a motorcycle اللي هي عجلة الدراجة البخارية يبقى نلبس هيلمت وبكده نبقى خلصنا التستات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.